يعني انا الحقيقه مش قادر استوعب ان انا في قطعه من مصر. انا مش عارف اعبر عن سعادتي. عايز اقول حاجه، احنا قادرين على صنع النجاح. لماذا لا نصنع النجاح؟ لانه بتنقصنا الرغبه في صنع النجاح والاداره السليمه. طب هذا ما كان فيه نظام ونظافه واتقان. يعني احنا قادرين ان نصنع النجاح، قادرين ان نصنع التقدم. وانا ما شفتش حد خواجه، شفت بنات مصريات وشفت مسيحيين وشفت مسلمين. الاداره الجيده تخلق نجاح، الاداره السيئه لا تؤدي الا الى الفشل. ربنا يشفيك يا ابني، ربنا يشفيك يا حبيبي.